السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة هنعمل إثبات سحب لموقع الطيور. الموقع ده ممتاز جدا جدا، الموقع ده دي له 3 سنين شغال وبيدفع لحد الآن، مفيش منه أي مشاكل. الموقع طريقة تسجيل فيه، الموقع بيديك الاول 3000 روبل اول ما بتسجل، بتشتري 2 من الطائر الاخضر اللي هو دوت. هنخش جوه نشرح لكم كل حاجة عن الموقع ونعمل اثبات سحب. هتيجي من هنا تسجيل في الموقع، بتملى البيانات دي، الاسم، البريد الالكتروني، كلمة السر، عدد كلمة السر، وتعلم على الشروط، وتنقل الارقام دي هنا وتعمل تسجيل بكده بقى لك حساب في الموقع. هنيجي من هنا تحط الايميل والباسورد وتعمل تسجيل، هيجيب لك الارقام دي تنقلها تحت هنا. ونعمل تسجيل دخول. الرقم غلط. او زي ما انتم شايفين كده، احنا كده دخلنا على صفحة الحساب. هنيجي اول حاجة نخش عليها ديت الطيور. من هنا الموقع يديك 3000 فضة، تشتري 2 من الطائر دوت اول ما تسجل في الموقع. انا زي ما انتم شايفين كده، انا شاري 45 من الطائر ده، وشاري 22 من الطائر ده، وشاري 3 من الطائر ده، وان شاء الله هنحاول نشتري الطائر ده المرة الجاية. الموقع بتيجي من هنا بتشتري الطيور، ومن هنا بتجمع كده، ومن هنا بتبيع. تمام، انا عندي 32 روبل و73 سنت، ومن هنا قلنا بتبيع، ومن هنا المكافأة. في مكافأة بتاخدها كل يوم تواظب عليها، تقدر تشتري من الطائر الأخضر ده، لو واظبت على المكافأة دي تقدر تشتري منه يعني كميات حلوة. هنخش على السحب، هنيجي من هنا كده، لأ ده هنا الشراء، من هنا هتحدد البنك اللي انت شغال عليه، هيظهر معاك كده، هتحط فتحه الدولار. هتحط هنا رقم المحفظة، وهتحدد هنا المبلغ اللي عندك، انتظر شوية بس عشان حاولت ان انا اخد الرقم كوبي قبل كده مرضيش يسحب معايا، فهنجرب الطريقة اللي هي الطريقة دي اللي بسحب بيها. شايفين تحت دي كل دي سحباتي من الموقع. الموقع بيحتاج 10 روبل لفتح السحب، فبنحاول ناخد الرقم. ثواني اهو كده حددنا المبلغ. هنخش على بنك الباير، هنلاقي اخر سحب ليا 2 روبل و93 سنت، وهنطلب طلب السحب. اهو زي ما انتم شايفين كده السحب تم، مفيش اي مشاكل، الموقع كويس جدا، تم الدفع بنجاح. هننزل تحت هنا، كل دي سحباتي من الموقع زي ما انتم شايفين، يعني موقع ممتاز جدا جدا، يعني انصحكم بالشغل عليه الموقع دوت. واللي حابب يستثمر، بدل ما بنستثمر في مواقع اللي هي كام ساعة دي وساعة، والمواقع دي كلها بقت تنصب زي ما انتم شايفين، اخر مرة موقعين ورا بعض نصبوا، يعني لسه حتى فاتحين في اول يوم وبنصبوا. فالموقع دي مش هنشتغل عليها
الا نادر قوي يعني، ممكن لها موقع موثوق منه وكنا عامل له اثبات سحب. هنخش على بنك الباير، هو السحب بياخد دقيقتين، من دقيقة لدقيقتين. هنعمل ريفريش، لسه السحب ما وصلش، هننتظر شوية. من هنا رابط الإحالة بتاعك اهو، تيجي من هنا اهو، في عندك رابط إحالة باللغة الإنجليزية ورابط إحالة باللغة الروسية. لو انت حابب تشتغل على الموقع باللغة الإنجليزية او الروسية، كل دول الرابطين تبعك، استخدم واحد، اي واحد منهم. والاعدادات، الاعدادات اللي ما فيش حاجة في الاعدادات. هنخش على بنك الباير ونشوف الوديعة وصلت ولا لأ. والوديعة فعلا اهي، 31 روبل، وادي اسم الموقع. وبكده الموقع ممتاز جدا، وانصحكم بالشغل عليه. اللي حابب يستثمر في الموقع ده يضمن فلوسه، الموقع ده كويس جدا جدا يعني، مش كويس وبس. وكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.